أيضا مشاهدينا الآن نتابع ردود أفعال عربية وغربية حول مهمة الإمارات لاستكشاف القمر، نشاهد وإياكم. قوة الإمارات قوة لمصر، وتقدم الإمارات تقدم لمصر وكل العرب. هذا إنجاز كبير في دخول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عصر التقنيات الحديثة، وهو بيشكل مهمازا لنا جميعا كعرب. لدى الإمارات أهداف طموحة لهذا العالم، وقد ساعدت في إجراء البحوث على كوكب المريخ، والآن تركز على القمر. إنجاز نعتز به، وسبق عربي كبير جدا نشرف نحن نتحدث عنه وندرسه في المستقبل. كل شيء سيصنع في الإمارات مهمة وضعها الإماراتيون أمام أعينهم فيما يخص صناعة الفضاء، ولا شك بأنهم سيحققون ذلك. دولة الإمارات متقدمة جدا في مناحي الحياة والعلم، بالتحديد العلم الحديث. إرسال مستكشف راشد إلى القمر هو إنجاز تاريخي يضاف إلى رصيد الإمارات العربية المتحدة ونجاحها في مجال الفضاء وتطوير علم الفضاء أيضا، والارتدادات الإيجابية على الإنسانية جمعاء. الإمارات تعبت، الإمارات زرعت، وهلأ عم تحصد هالنجاح بهالحدث الكبير كأول دولة عربية توصل للقمر. حقيقة بتستاهلوا كل الخير. التقدم والتحضر اللي احنا بنشوفه في دولة الإمارات الدائم ده بيسعدنا احنا كلنا كعرب. الهبوط على القمر يبين أن الإمارات لا تعتمد فقط على استيراد العلم، بل تمتلكه بنفسها، ونتائج هذه البحوث سيكون لها آثار إيجابية على الإنسانية جمعاء. والزين في دولة الإمارات إنها ما ابتدت العلم من نقطة الصفر أو من الأول، لا، ابتدت من حيث اللي وصل له العالم من العلم. بنتيجة هذا فخر مش بس لأنه مثل الدول العربية، هذا إنجاز بعتبره إنجاز كتير 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 كبير، وكونهم أرادي وصلوا على المريخ يعني يوصلوا على القمر، بعتقد هذا الشيء رح يكون سهل لألون. هذه من الإنجازات تعتبر التاريخية، تسجل ليس فقط يعني كفخر لدولة الإمارات العربية الشقيقة، وأيضا إلى طبعا لنا إحنا كعرب. لدى دولة الإمارات كل الإمكانات لغزو القمر بل وكواكب أخرى، وأعتقد أنها ستنجح باستحقاق في تحقيق طموحها. الإمارات ستصبح خامس دولة تصل إلى القمر بهدف استكشافه، وتحركها في منحى دراسة الفضاء عبر الرحلات المأهولة يدخل في إطار الموسوعة العلمية لأبحاث الفضاء. الإمارات اليوم هي بلد يسابق الكبار في علوم الفضاء. جميل أن يكون هناك دول حديثة مثل الإمارات باتت تهتم بالقمر، وليس فقط أمريكا وأوروبا. هاي البعثة تكون بمثابة زي الضوء اللي بنلاقيه بآخر النفق، بأنه لاحقا لما يكون لما نيجي نجري بحوث بهذا المجال، أو لما نيجي حتى بدنا نعمل أبحاث تطبيقية مش فقط حبر على ورق، نلاقي في مصادر للمعلومات تأهلنا لأنه إحنا نطلع بنتائج أفضل. الإمارات تقوم بعمل كبير للغاية لأنها تستثمر في كل ما يتعلق بالمستقبل والفضاء. نحن على يقين أن هذه الجهود ستكون مفتاحاً لكثير من النجاحات. الإمارات لم تعد تفاجئني بإنجازاتها، إذ يبدو أن طموحكم الإيجابي مصدر إلهام لمختلف الدول والشعوب الأخرى، وبالتأكيد الوصول إلى القمر خطوة مهمة. سيكون وصول دولة عربية كالإمارات إلى القمر رائعا بعد أن اعتدنا على منافسة حصرية بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء. سمعت خبر مسبار الأمل، إيش كثر فرحت، مو أنا فرحت، كل العالم العربي فرح، وكل من يحبون الإمارات فرحوا، والحين يا المكتشف راشد. اللهم لك الحمد ولك الشكر، ما أقول الله عمار يا الإمارات. الخطوة الإماراتية تضاعف من جهود التعاون المشترك بين أبو ظبي وموسكو، التبادل التكنولوجي والعلمي مستمر بين البلدين. إبراز للدول العربية وإضافة أمام المجتمع الدولي بأن العرب قادرون على أن يلحقوا برغبة التقدم الحضاري في مجال علوم الفضاء والوصول إلى القمر. هذه إنجاز صراحة للقمر، إنجاز لنا كلنا كعرب كخليجيين. أقول لهم بيض الله وجوهكم.